حصري هو طريقة جديدة، موقع لزيادة 4000 ساعة، وأنا أكيد أنا أكيد أعلم بأنكم ستحققون الشرط اللي هو 4000 ساعة. المهم أصدقائي، في هذا الفيديو سأشارك معكم موقع لزيادة المشتركين اليوتيوب والساعات والمشاهدات. بالنسبة للقنوات المفعلة لا أنصح أن تستعملوا الموقع، قلتها دائما ومرارا وتكرارا. ربما يأتي شخص آخر جديد عليه الفيديو فيشاهد الفيديو أول مرة، يشاهد الفيديو فيقول هذا الشخص يتحدث عن زيادة المشاهدات، أليس كذلك؟ سأقوم بزيادة المشاهدات وأرفع نسبة الـ RPM وأقوم بزيادة أرباحي على قناة اليوتيوب. لا صديقي، إذا قمت بزيادة مشتركين ومشاهدات اليوتيوب طبعا سيتم إيقاف حسابك أدسنس بالنقرات الغير شرعية، لهذا لا أنصحك بزيادة مشاهدات اليوتيوب وأنت قناتك المفعلة، لأنكم لا تعرفون معنى القناة المفعلة والقناة المفعلة. بالنسبة للقناة المفعلة فهناك يتدخل ما يسمى بالادسنس، فالادسنس منه نسحب اموالنا عن طريق البنك، احد البنك سواء كان بنك سياش بنك او ابنك عديده او بنك شعبي. طبعا سانصحكم باستعمال سياش بنك بالنسبه للناس الذين طبعا يقيمون في المغرب، فانا انصحكم بهذا البنك لان البنك طبعا البنك السياش بنك انه افضل بنك لسحب الاموال عن طريق حساب ادسنس، لا يوجد اقتطاعات، اغلبيه الناس يعرفون ذلك الطريقه لجمع 4000 ساعة عن طريق الحاسوب، يعني فتح 10 متصفحات خفية وبدء مشاهدة فيديوهاتك، يعني عمل بلاي ليست يعني قائمة التشغيل وبدء مشاهدة فيديوهاتك طبعا بنفس الجهاز يعني بنفس الاي دي، فهذا لا مشكل. اما بالنسبة لهذا الموقع ستقوم بزيادة المشاهدة وكذلك اللايكات وكذلك الميزة الرائعة في هذا الموقع، بامكانك ان تستعمل الموقع لربح بعض الاموال من على هذا الموقع. اردت سحب من هذا الموقع يجب أن تكون أن تقيم في الدولة التركية. إذا أردت أن تقوم بسحب الأموال طبعا الذي جمعتها بإمكانك سحبها عن طريق البنك التركي. أما بالنسبة إذا كنت تقيم في المغرب أو الجزائر أو مصر لا يوجد هذه الخاصية، طبعا لن يمكنك الاستفادة من هذه الميزة. بالنسبة للناس الذين لديهم قنوات مفعلة أنصحكم دائما أصدقائي أن تهتموا بمحتواكم، وكذلك لا تنشر فيديو واحد وتنتظر فارغ الصبر أن تحصل على أموال من ذلك الفيديو، لا صديقي، دائما نشرت فيديو لا تدخل دائما لإحصاءات اليوتيوب وتلاحظ الأرباح وشيء من هذا القبيل، انشر مرارا وتكرارا كل يوم كل يومين كل 3 أيام فيديو إذا أردت الأرباح، لأن يوتيوب أصعب منصة هي منصة اليوتيوب، اليوتيوب ليس كمنصة التيك توك، التيك توك تدخل إلى التيك توك وتتكلم أو تعمل شيء من هذا القبيل فتحصل على الآلاف المشاهدات، أنا عملت فيديو في التيك توك طبعا حصلت على 13000 مشاهدة وكذلك 1000 متابع في 3 أيام، حصلت على 1000 متابع، واليوتيوب دائما أنشر فيديوهات عديدة ولم أحصل سوى قليل من المتابعات. المهم أصدقائي أو متابعينا الكرام، قبل البدء الشرح في الفيديو أرجوكم أن تعملوا الفيديو بلايك ويلا السلام. بالنسبة لطريقة الشير، هنا كطلبوا منا اسم المستخدم اللي غنبقاو نسجلوا به دائما ندخلوا به الموقع، هنا كذلك البريد الإلكتروني، من الأفضل أنكم ديروا شي بريد إلكتروني من غير ديال القناة ولا ديال الحساب البنكي ولا المهم شي بريد الكتروني عندكم زايد بحال هكاك ما استخدموه. هنا كلمات المرور، هنا بالنسبه لكلمات المرور كتعاودوها انكم هنا بالنسبه كتقولوا لهم واش نتوما راجل ولا دري ولا صبي باش يعرفوكم ويعطيكم كذلك القنوات اللي تقدروا تشتركوا عندهم. مي كتساليو هاد الايطاب كاملين كنسجل اللون ديالها بالاخضر. دابا باش ندخلو غنكليكو على 3 الشرطات وغنديرو تسجيل الى الدخول، عفوا تسجيل الدخول. هنا كنكتبو اسم المستخدم ديالنا او البريد الالكتروني، كنتو ناسين الاسم المستخدم اللي تسجلنا به المره الاولى ديرو بريد الكتروني. ملي كنديرو اسم المستخدم هنا الكلمات المرور اللي ديجا كتبناها، ملي كنكتبو كلمه المرور كنديرو تذكروني ديك كنديرو عليها علامه وكنديرو تسجيل الدخول. مي كنتسجلو طبعا في الموقع كيعطينا 50 نقطة. دابا نحاول نترجم لكم طبعا الصفحة باللغة العربية باش نفهمو كذلك بزاف ديال الميزات اللي كاينة في هاد التطبيق هذا، باش نحاول نشرح لكم كل وحدة ايطاب باغ ايطاب. أول حاجة كما كتلاحظو يوتيوب تعليق إعجاب، الواحد يتفرج لك في الفيديو ويدير لك تعليق ويدير لك لايك، كذلك يوتيوب 120 ثانية طبعا يتفرج لك الواحد 120 ثانية، وكذلك راه كاينة 4000 ساعة كما كتلاحظو كتشوفوها يوتيوب 4000 ساعة. دابا حنا غنوريكم
باش اننا غنجمعوا النقاط. غنكليكو على داك مشترك يوتيوب، كاين بزاف د الحوايج من الاحسن ندير مشترك يوتيوب اللي ساهله كنجمع انا فيها النقاط بطريقه سهله ودغيا دغيا كنجمع النقاط. بالنسبه لهذا كنديروا له اشتراك، غندخلوا له، راه كليكت على اشتراك يخرج لنا القناه ديالو، غنجي لتماك وغندير له اشتراك. عنده تقريبا 85 مشترك، دابا راه 86 مشترك. كنتظروا واحد 3 ديال الثواني بحال هكاك على من يقولنا الموقع راك اشتركت عنده بالفعل، ويكون اشتراك بصدق، يعني لما اشتركتيش عنده راك ما غاديش تربح النقاط. كنقول له ديروا له اشتراك بحال هكا، كنتظروا واحد 3 ديال الثواني، صافي غيقولنا الموقع انت ربحتي 37 نقطة. كذلك هذا عاوتاني غنشتركوا عنده في القناة، عنده 140، دابا راه ولاو عنده 141. غادي نكملوا هاد الاشتراكات دغيا دغيا وغنربحوا النقاط بأبسط طريقة. غادي نكملوا عاوتاني عند هاد الشخص هذا، صافي غنديروا الاشتراك وغادي نخرجوا. انا من الاحسن اللي بغيتو نتوما كذلك تزيدوا المشتركين بلا ما تختاروا هذه الطريقه، ديروا طريقه انكم يتفرج لكم الواحد جوج دقائق على الاقل وعاد يدير لكم اشتراك باش ما كيتمش الحذف ديالهم. يعني حتى اليوتيوب كيقول بان فريمون هذا الشخص هذا راه تفرج له يعني عجب تشترك عنده بالفعل، يعني ماشي يجي عن طريق تبادل الاشتراك. يعني من الافضل تختار جوج دقائق عاد ديروا اشتراك، عاد يدير لكم طبعا الشخص اشتراك في القناه ديالكم. مي غادي نكملوا طبعا الاشتراكات ديالنا بحال هاد الشكل هكا، صافي حنا ديجا كملناهم. غنوليو نحددو طبعا الصفحه باش ناخذ النقاط. كما كتشوفوا عندي عندي 557 نقطه هي اللي عندي. دابا غنوريكم كيفاش انكم الا بغيتوا تضيفوا يعني اي شي حاجه بغيتوا تضيفوها. هنا كاين تعليق يوتيوب ياك، راه بالنسبه لديزك لايك، متابعي الانستغرام، يوتيوب، تعليق اعجابات، كذلك زياره مواقع الويب بحال المواقع اللي كيكون فيها اعلانات ديال ادسنس، كيمكن لك انك تجيب لها زياره يعني اربح بحال هكا. هنا كذلك لايكات يوتيوب، بالنسبه لي انا اختار 4000 ساعه. كما كتلاحظوا مي اختاريت 4000 ساعه عطاني الموقع يجب ان يكون لديك ما لا يقل عن 100 قطعه نقديه، يعني خصني يكون عندي 1000 نقطه. بالنسبه لي انا ما عنديش 1000 نقطه، عندي تقريبا عاد 557 قطعه يعني هي نقطه. مي غادي نكمل 1000 نقطه، طبعا بامكاني انني نضيف 4000 ساعه، يعني نشوف شي حاجه غير 4000 ساعه اللي يمكن لي انني نضيفها. عفوا الصاج عندي 20%. هنا مثلا نختار مشاهده 60 ثانيه، من الافضل انني نختارها، يعني بغيت نختارها بحال هكاك. هنا كذلك رابط فيديو، يعني هنا الليان ديال الفيديو ديالك اللي بغيتي انك تزيد له ديك المده ديال المشاهدات. المهم كتختار طبعا الليان ديال الفيديو ديالك وكتجي تحطو هنا. بالنسبه لعنوان المقطع دير اي حاجه، بغيتي تكتب شي حاجه شي تخربيقه كتبها ماشي مشكل. هنا بالنسبه للتكلفه لكل شخص، يعني شحال تعطي كل واحد باش يتفرج لك 60 ثانيه، انا غادي نعطي 25 قطعه يعني 25 نقطه. بالنسبه هنا هي خارج عن السيطره او نشط، هنا بالنسبه لك اللي كاين نشط غادي نختاره كذلك يعني العدد. مثلا نختار المهم بغيتي تختار 1000 2000، انا اختار غير 1000 ديال المشاهده، يعني 1000 واحد كل واحد منهم غادي يتفرج لي 60 ثانيه، يعني 60 ثانيه راه حسبوها شحال غادي طيح. ملي كنساليو هاد الايطاب كاملين كنديرو انشاء الحساب، مفهومه هاد القضيه ديال القضيه باش انكم تضيفوا الحوايج اللي بغيتو نتوما. بالنسبه الا بغيتو انكم تشغلوا البلاي ليست، يعني تكليكوا على 4000 ساعه وتخليو التليفون ديالكم الليل كامل وانه يجمع لكم النقاط، يعني بلا ما تجمعوا نتوما النقاط، يعني خليو غير الفيديو. مثلا غنكليكوا على الفيديو بحال هاد الشكل هكا، عينو ننتظروا واحد شويه. هنا بالنسبه لهاد القضيه هذه كتخليو التليفون ديالكم كل تقريبا 30 ثانيه كتاخذوا 8 ديال العملات، يعني 8 ديال النقاط كتاخذهم كل 30 ثانيه. كنخليو طبعا التليفون ديالنا تقريبا ملي كنجيو نعسو بحال هكا كنخليو التليفون ديالنا خدام بحال هاد الشكل هكا، كنخليو غير الكونيكسيون كنخليوه طبعا خدام بحال هاد الشكل وكيتجمع لنا النقاط. ولا بغيتو من تجمعوا النقاط تجمعوا 1000 نقطه بامكانكم انكم تضيفوا 4000 ساعه الا بغيتوا انكم تضيفوها. وراه بزاف ديال الميزات اللي في هذا الموقع، ميزات رائعه وافضل موقع انا بصراحه خدمت به، انا فعلت به تقريبا القناه الثالثه. طبعا موقع واعر ويستاهل انه نبارطاجيوه معاكم. دابا ان شاء الله غادي ندوز نوريكم كيفاش اننا غادي نربحوا من الموقع. غنكليكوا على 3 ديال النقاط وغنجيو داك المعاملات الحساب وغنجيو داك
تحويل من عملة إلى، غادي نضغطوا عليها هذيك الساعة، ومي غادي نضغطوا عليها غادي نطلبطوا لتحتها. كما كتلاحظوا مي كنجمعوا تقريبا 4500 نقطة كيمكن لنا أننا طبعا نحولوها إلى واحد ليرة. مي كان المهم دابا ما عندناش حنايا اصلا النقاط، ما عندناش 4000، عندنا تقريبا عند 575 وقيله. المهم كيكون عندنا تقريبا 4500 كيمكن انا نحولها الى ليره، ومن ليره الى العمله طبعا النقديه. بالنسبه لطريقه الحصول على الدفع، كنكليكو حصول على الدفع هنا كذلك كما كتشوفوا الايطاب الاولى هي المبلغ اللي بغينا اننا نسحبوه. بالنسبه للحد الادنى للسحب اللي هو 7.50 اللي يمكننا طبعا نسحبوها من هذا الموقع هذا. المهم هنا كتكتب المبلغ اللي باغي تسحب طبعا من هذا الموقع. كذلك الايطاب الثانيه رقم الدفع، بالنسبه لهنا رقم الدفع هو الريب. بالنسبه حنايا عندنا كتكون من 24 رقم هو الريب. بالنسبه هنا ملي كدير الريب تما كدير ارسال. بالنسبه لنوع المعالج اللي هو البابارا اللي هو طبعا حساب بنكي تركي، حيت المغاربه ما يمكنلوش يستافدوا منه من ناحيه انهم يربحوا من هذا الموقع، ولا كذلك الجزائريين ولا الدول الاخرى طبعا سواء الدوله الاوروبيه او الدوله العربيه ما يمكنلهمش انهم يستافدوا منهم غير الدوله التركيه، لان اول حاجه المبرمج ميزي صوب طبعا هذا الموقع دار طريقة الدفع اللي هي البابارا اللي كتوفر عند التركيين. طبعا هادشي اللي كاين في هاد لافيديو، الا عجبكم لافيديو الا استفدتوا طبعا من لافيديو منساوش تبارطاجيو لنا لافيديو وديروا لنا لايك، وطبعا تشتركوا عندنا في القناة لو كنتو اول مرة غتشوفوا هاد لافيديو، ونتلاقاو الى فيديو قادم ان شاء الله.